قول لي خويا في رمضان في هنا رمضان في رغاية يعني واش تقول على ناس رغاية والغاشي؟ عباد ما شاء الله ناس طيبين كرام. انت ما شاء الله تكارم الله لبني وهاي ماشي مقلقين داك الساعة باتل شحال ريت لها؟ 7000 شحال بلوشة شحال كاتمير الخبز شحال راهو؟ 2000 3000 علاش 3000 فيها زيتون هذه تاع 2000 شاهدنا الكرام كل خير كاين في الغاية اللي يحب يجوز غاية يقضي لكم ساعة هذيك بريك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. صحة رمضانك ورالي وحاكم الجاج. السلام عليكم. تتعقل بلوز قول لي رمضان في رغاية احنا انا الحماية وحنا نسقسي على كيفاش يجوز رمضان انت راك في الجاج ولا في الحلويات؟ انا في الحلويات. راك في الحلويات قول لي كيف الناس راهي بالريتم متواصلة ولا نقص الريتم؟ ناقص بزاف ماشي ناقص كي بدا مليح ديما راجل شباب ها؟ هم بعد نقصت دوك عمكش دوك الناس يتخدم في الحلوة تاع العيد باهي دوك احنا سالي نروحو نروحو ليك اليوم اللي تشوفهم انت يشوفوا فيك وما فين يشرو عليك واش تقول لهم بمناسبة شهر رمضان احنا في الغالب طبق انت يا ولاد جوع جوع يا يبارك قدامك رفدوش شريط يا بالي قول لي الناس اللي يشوفوا فينا وصحابك واحبابك والناس كاع تقول لهم يا خويا رمضان كريم وكل عام وهما بخير ان شاء الله. الله يرضى عليك صباح الله فيك. كل عام ان شاء الله العام اللي يجي لقى نحيي ان شاء الله. رامو الدجاج سلام على الارواح شوفوا الدجاج شوفوا لي بريز سلام عليكم. صح رمضانك صح رمضانك شو صافي بريز الدجاج بالون بلون بلا شيميز. هذا من بكري هكذا خويا يخدم كنا ناكل عنده ملا ملا كي يولي يجيك تعرف خو نقص له لا دوز باسكو دور كاع خو ما تزيدش الله. قول لي شيخ انت قول انت خدمه تاع الدجاج في رمضان ما تاثرش عليك زعما انت صايم وراك في لي زيبيس تاثرش فيا كاع شويه ما كان ماشي استعمل زيبيس شويه زعما تقول لازم تي الحاله لا ولا الدجاج يطلع وحده بنين قول لي كاين اللي كلهم يجوا يشرو الدجاج دائما يوميا في رمضان يتشهيوا كاين اللي يتشهى معليش جهات ما يشريه قبل الاذان ولا تمشي في السهره بزاف هي لا لا قبل الاذان الدجاج تقول لك قبل الاذان يمشي من العشان يمشي لا الفطومك ما يمشيش تقول لك يمشي باسكو راه يكونوا كلاواه انت شحال تبيع كوبات لابيتين تاع من الشهر شحال تبيع في الدجاجه شحال 70000 تسمى ما عندكش كاع بري واحد ماشي توسط لا لا عندي بري واحد انا 70000 واش تبيع ماك تشوف فيها غاليه واش تقول تقول لي بصح في الباطو هي 50 طوال معليش ميزان تاع الباطو معليش اروح انا بك احنا انت عجبتني هايل كيما هذه شحال توزن؟ توزن هكذا نقولوا 850000 انا ندير فيها 10000 دجاجه تما انت دير كي تما انت تدي واحد ديس في الدجاجه كون قلت لك حاجه تاع مني راه تبيع رخيص على كاع الناس هو ماشي غاشي بزاف الله يسلمك انا شريتها في شامانه في 100 ديمير صح بارك الله فيك انا نخدم حاجه اسمع انا اسمع انا نقنع ب 5000 مشينا نقنع بها 10000 نقنع بها مشينا ناكلها باسكو نحن ناكلوا في رمضان لما دابا تكون الخدمه فهمتني وصلني واحد قال لي كرجات قلت له دوك نجيب لك هبط الحومه شريت له 100 ديمير كيما هذه واش تقول لي كليون ديالك في رمضان واش تقول لهم على الدجاج واش تقول لهم على رمضان واش تقول لهم المهم صحه فطورهم وصحه رمضانهم يعطيك الصحه الله يسلمك خويا كل عام سعيد خويا دائما هكذا الله يبارك لازم حافظ على